السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم زي الفل، عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير، نهاركم ورد ان شاء الله، يسعد صباح كل واحد عنده صباح ويسعد مسا كل واحد عنده مسا. النهاردة ان شاء الله انا نفتح الفيديو بتاعكم من هنا من عند البيت، عندي من الأوضة بتاعتي المفضلة، أوضة العدة بتاعتي. تمام، منتظر اخويا محمد اسماعيل، المفروض ان هو قفلي على الشارع بره، هنصوره وانا طالع دلوقتي، بنجهز عدتي طالعين ان شاء الله. رشيد، الفيديو بتاعنا النهارده ان شاء الله هنحاول نخلي فيه معلومات. الفيديو اللي فات قلنا احنا طالعين رحله صيد، المره دي الفيديو هيبقى فيه معلومات. هنعرفك النهارده ان شاء الله ازاي تستقبل المرمى بتاعك في الريح، تختار الريح، تعرف ازاي اتجاه الريح وتختار المرمى بتاعك. لو عرفنا نوصل المعلومة دي لوحدها بس النهاردة فدي كفاية جدا خالص انها تفيدك في الفيديو ده. مش عارف يومنا هيبقى شكله ايه، بمشيئة الله ان شاء الله هيبقى يومنا كويس. النهاردة الجمعة 12، خليكم معانا. محمد اسماعيل بيقولنا بيرن عليا اهو. يا باشا، ايه يا حبيبي؟ صباح الفل. انا واقف على الشارع، صباح العسل. طب انا طالع لك اهو حبيبي. ماشي، نهارك ورد، نهارك ورد. يلا، سلام سلام سلام، خليكم معانا. طالع على الشارع اهو كده ان شاء الله. محمد زمانه مستنيني، هنشوفه بقى هيقول لي ايه. محمد واقف اهو. صباحك جميل يا معلم. صباح العسل. نهارك ورد يا باشا. صباح الفل ابو يحيى. احلى صباح. احلى صباح. صباح العسل. نهارك ورد ان شاء الله. يومنا جميل ان شاء الله. يومنا جميل باذن الله، خليكم معانا. اخواتي وحبايبي، احلى صباح عليكم. اهم حاجة في الفيديو الموضوع دوت، وجا الريح بوظ لي الايه؟ بوظ لي الصوت، فانا مركب الصوت دوت. بصوا يا جماعه، انا عايز نقول ايه في الموقف ده. انا عايز نعلمك ازاي تستقبل المرمى بتاعك في وش الريح، يعني ازاي تختار الزاويه بتاعه المرمى بتاعك وانت بتصطاد تشويح او حداف او ايوه، هو تشويح او حداف، احنا كلنا كده نعتبره، كلنا في مصر يا بنقول يا تشويح يا ايه يا حداف. عشان تحدد المرمى بتاعك لازم تعرف اتجاه الشمس بتاعتنا طالعه من هنا الشرق، والغرب بتاعنا بيبقى كده، ففي الصليب اللي هو بتاع البوصله اللي هو بالمنظر ده كده. الجنب ده الشرق والجنب ده غرب، ده شمال ده جنوب. بتشوف انت الريح بتاعك جاي منين. احنا النهارده الريح بتاعنا جاي شرق، يعني جاي من هنا. الريح لما بيجي من هنا من الجزء ده بنقول عليه شمالي شرقي، او ريح شرقي لو جاي عدل، لو جاي عدل كده بنقول عليه ريح شرقي. لما يجي لي كده بزاويه زي الصوره اللي هي هتظهر معانا كده، مثلا عندي مثلا انا ايه عند الساعه 11 كده في الصوره اللي هي باينه دي، اللي هو البحر فيها 9، عند الساعه 11 السامي جاي لي بالطريقه دي كده. الساعه 2 برضو نفس السامي، فانا كده الريح بتاعي في الوقت اللي انا فيه ده ريح شمالي شرقي جاي لي من هنا. طبعا انا المصيف بتاعي كده، انا هنشتغل تشويح. يبقى التشويح بتاعي ازاي جاي معايا كده؟ انا هنبقى واقف هنا، التشويح بتاعي يبقى جاي بزاويه بنفس الطريقه مقابل للسهم اللي جاي. دايما احنا يا جماعه بنحاول واحنا بنشوح نشوح في وسط الريح. خليكم معانا، ربنا كريم ان شاء الله يكون الفيديو بتاعنا ممتع. تحياتي لحضراتكم، ما تنسوش تشتركوا عندنا في القناه، ولو عجبكم الفيديو تدعمونا بلايك.
شفت اول شوف شويه ماجد دود نار باينه يا كريم يا رب يا كريم ان شاء الله. بص يا اخوانا زي ما صورنا السمك الكبير لازم اصور السمك الصغير. ده اول استفتاح بتاعي نقطه صغيره. الله كريم ربنا يبعت الكبيره ان شاء الله. ان شاء الله يومنا حلو الصحبة الطيبة. حاجة طبعا ان احنا ايه طيبين معاكم وان احنا نغير جو. خليكم معانا معانا حتة حلوة هي تشيفش يا جماعة. حتة بسم الله ما شاء الله يعني داخلة في الربع. طبعا النهاردة برضو عشان نظبط المعلومات بتاعتنا النهاردة الريح النهارده الساعتين دول شادد خالص واحنا حصلت لنا ظروف فجينا متاخرين يعني جينا بعد حصه الزياده اللي هي المفروض حصه الصيف. الحمد لله رب العالمين يعني احنا متعشمين خير ان شاء الله يعني على الساعه 4 كده الدنيا تظبط معانا شويه باذن الله. شفش محترم اهو وربنا المستعان لسه رحلتي ما خلصتش. الله كريم شفش محترم اربع اهو شباب السمكه بلعه معنى كده ان ايه الدنيا كمان تبقى حلوه. السمكه حلوه يا جماعه كبيره مش صغيره عشان الكاميرا بالظبطه. طبعا ما نقدرش نصور مباشر لان انا شغال بمكان فربنا كريم خليكم معانا. اخواتي وحبايبي الصيادين احلى مسا عليكم. تاني شفشايه محترمه اهي على الدراع اهي زي ما انتم شايفين على البركه يعني دي تاني حته شفش معانا. البحر النهارده بحر شفش ان شاء الله هيدخل معانا احجام احسن من كده بمشيئه الله يعني. زي ما قلت لكم برضو الريح شادد الوقت ده ريح 14 ده في صيد الشط ما بيبقاش كويس يعني. هو اوقات بيبقى كويس جدا بالنسبه للسمك بيدخل عليك غلطات محترمه ولكن لما تبقى حسه زياده زي ما قلت لكم ان احنا دلوقتي في حصه نقص. ربنا المستعان الفيديو بتاعنا حلو هنصور لكم المكان اللي احنا قاعدين فيه وان شاء الله بنقول اعجبكم ما تنسوناش في لايك. تحياتي اخوكم سامح الخالق. طبعا ده المرمى بتاعي انا بنشوح في اتجاه التبه اللسان اللي قدامكم ده اهو زي ما قلت لكم قاعد في وش الريح. ربنا المستعان الله كريم. طبعا التصوير صعب زي ما انتم شايفين. اخواتي محمد اسماعيل وماجد حسن بعاد عني فربنا كريم. شفش جميل اهو على الدراع يا جماعه اهو بسم الله ما شاء الله دراع اهو. ربنا كريم ان شاء الله يا جماعه. سمكه محترمه يعني السمكه دي طبعا طعمها جميل الله المستعان. اخويا محمد اسماعيل هناك اهو هو عطاني اللقطة ديت كده من بعيد ان شاء الله ايه ندخلها معانا في الفيديو. طبعا يا جماعة العدة المستخدمة عشان الناس اللي بتحب العدة المستخدمة انا معايا رصاصة طويلة 3 تحت منها رصاصة 10 او 15 يعني الاثنين في حدود 45 جرام 50 جرام. نحب ان نحط رصاصتين عشان لو فيه عراية يخبطوا في بعض وايه ويسلكوا. في خرزة اهي تحت المدور زي ما انتم شايفين حاطط مدور صغير ورصاصتين. السلاح اللي انا شغال بيه سلاح 4 اسمه كونا. شايفين اهو سلاح 4 كل السلاح ده محترم جدا. الطعم اللي معانا ان شاء الله معانا دود نار معانا ابو جراء
وربنا المستعان. معنا شويه مشرشر، ربنا كريم ان شاء الله. اتمنى من ربنا ان احنا نتوفق معاكم ونقدر نعمل لكم ايه فيديو كويس باذن الله. خليكم معانا، احلى ناس في الدنيا. السلطان اللي احنا قاعدين عليها ايه، في برضه دي سلطان يا جماعه، حاجز بين رشيد وبين ادكو. خليكم معانا. الله ينور ابو يحيى. احنا من هنا يا جماعه ان شاء الله هنختم الفيديو بتاعنا. احنا بندور دلوقتي على ايه، على كابوريا، هنلمه كام حبايه كده وايه ونمشي ان شاء الله. انا مش هينفع طبعا نصور لكم عشان ايه الاضاءة بالليل وكده، بس حبيت ايه نعرفكم يعني الدنيا ماشية معايا. ان شاء الله دي نهاية الفيديو بتاعنا. تحياتي ليكم، يا رب يكون الجميع بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.